كيف تقيم عمل البرلمان ونحن قد تجاوزنا الجلسة 90؟ يعني أستطيع أن أقول بإيجاز أن الدورة الحالية هي أفضل الدورات التي من الدورات التي سبقتها، أولا في أداء الرئاسة، رئاسة البرلمان أداءها جيد جدا. اثنين أداء أعضاء مجلس النواب، أداء اللجان، لأول مرة تشكل لجان تحقيقية، ما كانت لجان تحقيقية، أنا ترأست لجنة تحقيقية لشركات الموبايل ورجعت 2,400,000,000 دولار. نتكلم عن هذا الموضوع. نعم. قصدي يعني هاي لجنة تحقيقية ومستمرة اللجنة التحقيقية. فبالتالي البرلمان من وجهة نظري يعني كمراقب، كنت أثناء وزير في الحكومة على مدى 8 سنوات الماضية، وكنائب الآن في مجلس النواب، أعتقد أن مجلس النواب الحالي هو أفضل أداء من كل الدورات السابقة. أيضا إذا نتكلم عن اتفاقية أربيل، أريد أعرف هل هناك فعلا تهميش لباقي مكونات التحالف الوطني وبالأحرى غيابهم؟ أريد أعرف شنو هي الأسباب. طبيعي، هو هناك، هو خلينا نحكي، أنا بشكل عام دائما أقول أكو نوعين من العمل السياسي أو العمل الحكومي بشكل أدق. عمل حكومي يعتمد الدستور أساسا لحركته ولتنفيذ القوانين والاتفاقات السياسية خصوصا السرية. يعني أنا أفرض كرئيس كتلة مواطن، كقيادي في المجلس الأعلى ووزير سابق للثلاث وزارات، ما عندي اطلاع على اتفاق اللي حصل بين العراقية وبين دولة القانون. لماذا لم يعرف؟ ولا أدري ماذا حصل من توقيع. لماذا المواطن لا يعرف لحد الآن ماذا يجري؟ هو هاي المشكلة، هاي المشكلة يتساءل الآن المواطن، وأنا أتساءل مثل المواطن اللي بعض الأحيان يقول إذا أنت تتساءل لعد شيء يقول المواطن، ماذا تم توقيعه بين الأكراد وبين الأخوة في حزب الدعوة؟ والله ما أدري، وأنا كانوا عندي بالبيت 3 اجتماعات متواصلة قيادة حزب الدعوة حتى نوحد مواقفنا في الأشهر الماضية، وسألتهم هذا السؤال وكانوا جايبين الورقة وهم انطوني اياها، قلت لهم بس خليني اقراها، زي خليها بيدكم اقراها، ما طلعت عليها. وهذه مشكلة حقيقية، هل هذه الأوراق التي وقعت مطابقة للدستور أو مخالفة للدستور؟ إذن نحن أمام أقول يعني كان هناك تهميش. لا لا، أنا أقول كانت أزمة في تشكيل الحكومة، فتم ترحيل هذه الأزمة بتشكيل رئيس رئاسة الوزراء والحكومة ودفع الأزمات إلى الأمام. الآن صار الاستحقاق، الآن كل من حصل على تواقيع من السيد رئيس الوزراء أو من مجلس الوزراء أو من الجهة الفلانية أو الجهة الحالية يقولوا له تعال أنت موقعنا، فتعال نتفاهم، أنت ليش وقعت زين؟ هل هذا هو التوقيع؟ يعني أنا أريد أطلع حتى شعبي يطلع، هل هذا التوقيع هو مطابق للدستور أم مخالف للدستور؟ إذا كان مخالف للدستور نحن غير معنيين به ولن نقف معه، بل سنقف ضده. إذا نتكلم عن طرح زعيم المجلس الأعلى لمبادرة سياسية، ما هي؟ وهل نحن بحاجة إلى مبادرات سياسية جديدة لإنقاذ ما يجب إنقاذه؟ من الطبيعي جدا عندما تم ترحيل الأزمة التي أشرت إليها، والآن نحن في خلينا نقول في قلب الأزمة، الآن في أزمة حقيقية تمر بها الحكومة ويمر بها مجلس النواب والعملية السياسية، فمن الطبيعي جدا أن يتحرك زعيم المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم لطرح مبادرة، مبادرة النقاط الخمس معروفة طرحت، يعني أنا ما أريد أعيدها، بس أهم نقطة فيها أنه يجب أن نكون نحن ملتزمين بالدستور، وأنه أي اتفاق خارج الدستور، أي اتفاق ثنائي بين الكتل السياسية خارج الدستور غير مقبول. خلينا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل حديثنا مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع ضيفي السيد باقي جبر الزبيدي رئيس كتلة المواطن النيابية. أهلا وسهلا بك مجددا سيادة النائب. أهلا وسهلا ومرحبا سيادة النائب. أكيد موضوع الاتصالات موضوع مهم جدا، ودعوتم قبل أيام إلى إعادة النظر بهيئة الاتصالات على خلفية يمكن تهاون
مع شركات الهاتف النقال. نريد نعرف أستاذ باقر تفاصيل هذه القضية. أنا فوجئت أن وضع اسمي في اللجنة باعتبار أنا شاركت في رئاسة اللجنة الوزارية للمزايدة واللي جابت 4 مليارات للخزينة، فقيل أنك أنت عندك خبرة فتعال تصير باللجنة، ورشحت من قبل التحالف الوطني والسيد رئيس التحالف الأخ الدكتور الجعفري، وبدأنا اجتمعنا وهم انتخبوني رئيسا يعني بالإجماع لهذه اللجنة. بدأنا العمل، اكتشفنا هناك مخالفات، من جملة هذه المخالفات أن 5 قرارات أخذت في مجلس الوزراء، طبعا أنا بالنسبة لي مو مفاجئة لأن أنا أدري بها لأن أنا كنت في مجلس الوزراء، وأنا لم أوقع على أي قرار من هذه القرارات 5 في التقسيط لشركات الموبايل. 2، هناك مخالفات ارتكبت بعدم متابعة الشركات في دفع غرامات نتيجة لسوء الخدمة. سوء الخدمة من الأهداف المهمة للجنة. الآن بدأنا بالمرحلة الثانية بعد أن رجعنا 2,400,000، شركة آسيا سيل أعلنت دفعها، زين أبدوا استعدادهم للدفع، فمجموع ما سيأتي للخزينة 2,400,000 كانت مهملة أو مقسطة بعضها، وبعضها غرامات فرضت على شركة كورك $213 مليون نتيجة عدم نشر الخدمة في كافة أنحاء العراق، يعني الآن إذا تروحين جنوب العراق أو حتى في بعض مناطق بغداد لا توجد كورك، فهذا يسموه مخالفة للعقد. ما كانت أكو عليهم غرامة، مجلس الأمناء أخذ هالقرار هذا، ما حد فعله، إحنا فعلناه في 213. الآن انعادت يمكن. نعم. الآن بدأت ال 213 راح ترجع، وبدأت كورك تتوسع في الجنوب وفي الوسط، وإن شاء الله تأثر بلا شك إيجابا على الموبايل. الموضوع الآخر زين.